بما اننا خلصنا الجزء بتاع الكرييت والايديت، تعال نستخدم حاجه ظريفه من الحاجات اللي انا شخصيا بفضل استخدامها وبتدي شكل ظريف للابليكيشن بتاعك، وهي التوستر نوتيفيكيشن. انا محتاج ان الاند يوزر بتاعي لما يكرييت نيو موفي او يأديت على موفي موجود فعلا في الداتابيز اطلع له توستر نوتيفيكيشن تقول له ان عمليه السيفنج دي حصلت بشكل سليم في الداتابيز. فهروح على التولز علشان اضيف باكج جديده، وهاجي هنا ادور على باكج اسمها ان توست نوتيفاي اللي هي دي، واعمل لها انستول على البروجكت بتاعي واقول له اكسبت. كده هو ضافها واقدر استخدمها في البروجكت بتاعي. اول حاجه هروح على الستارت اب كلاس علشان اعمل لها ريجستر، فهاجي هنا كده ممكن بعد كونكشن سترنج اقول له سيرفيسز دوت اد ام في سي، وبعد كده اقول له دوت اد توست نوتيفاي توستر. وهنا بتحتاج مني بارامتر لو انا محتاج ابعت اوبشنز معينه، فانا طبعا هحتاج ان انا ابعت شويه اوبشنز دي انا بفضل استخدامها. انت ممكن طبعا ترجع للدوكيومنتيشن وتشوف اوبشنز زياده، او ممكن حتى اوبشنز من الاوبشنز اللي انا بضيفها دلوقتي انت ما تحبش تضيفها، الموضوع بيختلف من شخص لشخص. فهاجي هنا اقول له نيو توستر اوبشنز واعمل يوزنج، وبعد كده ابعت هنا الفاليوز اللي انا محتاج ابعتها. اول حاجه ممكن اضيف بروجرس بار اللي هو بيكون موجود في التوستر نوتيفيكيشن من تحت بيتحرك علشان يبين الاند يوزر هو امتى هيختفي. فهاجي هنا كده اقول له بروجرس بار بي ايكوال ترو. بعدها هحتاج احدد مكان التوستر نوتيفيكيشن دي، انا هحتاجها ان هي تظهر او انا افضل ان هي تظهر في الجزء اليمين من فوق، فهقول له البوزيشن كلاس هي ايكوال توست بوزيشنز دوت توب رايت. لو انت حابب تظهرها في مكان تاني برضو الموضوع بتاعك. حاجة تانية كمان، انا بحب استخدم حاجة اسمها prevent duplicates، يعني لو في اكتر من نوتيفيكيشن المفروض يطلعوا لنفس الحاجة ما بيطلعش غير واحدة بس، بحيث ان لو في اكشن عندك مثلا بيظهر توستر نوتيفيكيشن والاند يوزر بياخد نفس الاكشن ده اكتر من مرة ما يفضلش يطلعها له مثلا 10 مرات لو هو ضغط 10 مرات. فممكن اقول له هنا prevent duplicates equal true، فهيمنع الموضوع ده تماما. الحاجة الأخيرة اللي أنا بحب أضيفها برضو إنه يكون عنده كلوز بوتون موجود فيها، بحيث إن هو لو حب يقفلها ما يستناش لحد ما تتقفل من نفسها يقدر يقفلها، فهقول له هنا كلوز بوتون إيكوال ترو. دي كده الأوبشنز اللي أنا شخصيا بفضل استخدامها. لو أنت حابب تستخدم أوبشنز تانية ممكن ترجع برضو للدوكيومنتيشن وتشوف إيه الأوبشنز التانية اللي ممكن تستخدمها. كمان برضو أنت لو جيت وقفت هنا كده وقلت له كنترول سبيس هو هيقول لك برضو إيه الأوبشنز التانية اللي موجودة وممكن تتعامل معاها ازاي، لكن انا هكتفي بالاوبشنز دي. بعد ما عملت لها ريجستر هنا هحتاج ان انا اعمل لها انفوك في اللاي اوت بتاعتي علشان اقدر استخدمها، فهروح على الشيرد لاي اوت وهاجي هنا في السكريبتس وهقول له اويت. طالما طبعا بستخدم سي شارب يبقى في الاول ات، يبقى ات اويت كومبوننت دوت انفوك اسينك، وهقول له هنا انفوك الان توست نوتيفاي اللي هو اسم الباكج بتاعتنا واعمل سيف. كده اقدر استخدمها اما من الجافا سكريبت نفسها دايركت او من جوه الكنترولر. فهروح مثلا على الكنترولر، تعال نروح الاول على الجزء بتاع الكرييت. هاجي هنا قبل ما اعمل ريدايركت هحتاج ان انا ابعت معايا توستر نوتيفيكيشن، فعلشان اقدر استخدمها في الجزء ده هحتاج ان انا اعمل لها انجكت في الكونستراكتور بتاعي. هاجي هنا مثلا هقول له برايفت ريد اونلي، الانترفيس بتاعها اسمه اي توست نوتيفيكيشن، واعمل يوزنج. ممكن مثلا اسميه اندرسكور توست نوتيفيكيشن، خليه هنا اندرسكور. بعد كده اعمل له انجكت في الكونستراكتور بتاعي، شيل الاندرسكور دي، كده انا اقدر استخدمه. هرجع مره ثانيه على الكرييت، ده المكان اللي احنا حابين نستخدمه فيه، فهقول له اندرسكور توست نوتيفيكيشن دوت اد سكسس توست مسج، وهنا ببعت له المسج بتاعتي اللي انا محتاج ابعتها. فممكن مثلا هنا اقول له موفي كرييتد سكسسفولي مثلا. خلينا مثلا ريموف السطر ده كده ملوش لازمه، وممكن ناخد دي مثلا كده كوبي ونضيفها برده في الايديت، لكن هنا بدل كرييتد سكسسفولي ممكن نقول له ابديتد سكسسفولي. وتعالى نروح مره ثانيه على الابلكيشن نجرب الجزئيه دي نشوفها شغاله ولا لا. هعمل ريفريش هنا مرة تانية ونجرب الأول في الإيديت، هقول له هنا إيديت ونضيف برضه مثلا بلس سيف.
كده النوتيفيكيشن بتاعتنا ظهرت. لو انا بعدت عنها هتلاحظ ان في بروجرس بار فعلا بيظهر تحت، وده الكلوز بوتون اللي احنا قلنا عليه، وادي المسج بتاعتنا موفي ابديتد سكسسفولي، وممكن نقفلها. تعالى كمان نجرب في الاد، هملى الفورم دي وارجع لكم مره ثانيه. كده انا مليت الفورم وهعمل سيف. كده صح جدا، التوستر نوتيفيكيشن بتاعتنا برضو ظهرت ومكتوب موفي كرييتد سكسسفولي، واشوفكم في الفيديو الجاي.